السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بعض الشباب غني يعالجوا البواسير، وهي البواسير هي هي جاءت من ليست مرض من حد ذاته، ولكن هي مضاعفات مشكل الامساك الحاد. هي البواسير هي مضاعفات، وهنا نصل الى تجانس الغذائي. فيعني افصل الذين يتغذون على النبات، وهنا في كان تناقض، لان في السبعينيات والثمانينيات هذا الطرح الذي ساقوله لا يمكن ان يصدقه الطب في السبعينيات، لكن الان هو العلم طبعا الان مرض متكامل. يعني هذه الابحاث العلميه يتتوالى، وما كان صحيح في السبعينيات هو خطا الان، يعني وربما هذه الاشياء ربما تصبح خطا بعد يعني 2020، من يدري. فهذا التجانس الغذائي الذي تكلمت عنه، ولما ناكل نبات، الذين يتغذون على النبات، يكون الفضلات تخرج بسرعه، يعني بما ان الجسم لا يمتص السموم، لان هذه السموم هي التي تحبس المركبات والاقتياتيات، يعني التي يحتاجها الجسم. فالفضلات هذا يعني الاكل يمر بسرعه من الجهاز الهضمي، معنى ان الجسم معنى الخلايا الجهاز الهضمي، خلايا القولون على الخصوص، لا تتعرض للضرب ولا تتعرض للضرب بجذور حرة، يعني لا تتعرض للتخريب. ولو ان كميات الاقتياتيات قليله في النبات، فهذه يعني التردد اكل النبات واخراج هذه الفضلات بسرعه، فالجسم يمتص ما يكفيه من هذه المكونات، لانه لا يحتاج الا 20 او 25 ملي جرام حديد في ولا يحتاج يعني كميه كبيره. كذلك الكالسيوم، يعني كالسيوم موجود في كل الاغذيه، لماذا الناس يتشبنون من مشتقات الحليب؟ يعني الله سبحانه وتعالى خلقنا نرضع الرضاعة سنتين، ثم لماذا يفطم هذا 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 الصبي؟ لماذا يفطم؟ لان جسمه اصبح قادرا على اخذ الكالسيوم واخذ الاقتياتيات من الطبيعه، ولا يحتاج حليب منذ ان تفطر ان يفطم، فلا يحتاج حليب. يعني لماذا الان يريدون ان يجعلوا هذا الحليب مقدس؟ ليس هناك غذاء مقدس، كل الاغذيه صالحه للناس، ولا نفضل شيء على شيء الا التوازن بين النبات والحيوان. إذا الإنسان طبعه نباتي، إذا غلب الحيوان فيصاب بكل الأمراض. الطبع هو نباتي، ولكن لا نحرم ما أحل الله، فاللحوم حلال لكن تبقى يعني ظرفية، يعني مرة في الشهر ضيوف أو وليمة أو أشياء هكذا، نعم تبقى ظرفية، ليست أصلية في التغذية، هي ثانوية أو يعني أكثر. فالإنسان وحتى سيدنا آدم يعني لما كان في الجنة كان طبعه نباتي، كان يأكل التمرات. يعني هذا التوازن او التجانس الغذائي، لما ناكل نبات ان خلايا الجهاز الهضمي لا تتعرض للتخريب بالجذور الحره. والجذور الحره لا توجد في النبات، لا وجود لها في النبات، بمعنى ان الجهاز الهضمي يبقى 100% جيد. اما لما ناكل لحوم، فاللحوم فيها جذور حره هي التي تسبب تحمض الدم، هي اللحوم والألبان والسكر. فإذا أكلنا لحوم بكثرة ولم نأكل نبات، فتتعطل هذه الفضلات، ثم كثرة البروتينات يعني ستجعل هذه المواد لا تمر إلى الدم، يعني نعم البروتينات تحبس امتصاص الحديد وامتصاص الكالسيوم وامتصاص الأملاح الجيدة المغنيسيوم والمنغنوس، وتحبس امتصاص الفيتامينات، وتحبس امتصاص حتى الحمضيات الدهنية. يعني هذا فهنا في كل المشكل، لما يعني تبقى هذه الفضلات لمده طويله في البول، يعني في القولون، فهذه الخلايا تتعرض للتخريب تحت تاثير الجذور الحره. ثم ان الامتصاص يبقى متواصل، حيث ان الجسم يمتص اشياء سامه مثل المعادن الثقيله، مثل التوكسينات، عليهم توكسينات متعدده، اما التوكسينات التي تاتي من الخارج مثل المايكوتوكسينات، او التوكسينات التي تتكون داخل الجسم، او يعني التي تفرزها البكتيريا، يعني مثل الانتيروتوكسين التي يفرزها ستافيلوكوكس، والتوكسين التي تفرزها الايكولاي، والتوكسين التي تفرزها السالمونيلا، يعني عليهم هذه الجراثيم تفرز توكسينات، ثم ممكن ان تمتص. ولذلك نلاحظ على ان الجسم الذي يقتات على النبات وعلى الطازج، لماذا الطازج؟ لان الاشياء الحيه، الاشياء الطازجه او اي اشياء حيه فيها انزيمات وفيها مضادات الاكسده وفيها عوامل
تجعل هذا الجسم يكون يعني تساعد على الامتصاص. أكيد أكيد تساعد على الامتصاص، وهي هي التي تحفز يعني الامتصاص. فالأنيميا الحديد باش لكي الناس ربما غادي نبقاو يعني كل اللي عنده شي مرض غادي يبقى ينتظر الحل. الحل هو حل واحد لجميع الأمراض، الناس خصهم يفهموا هذا. هشاشة العظام والحديد والتوتر العصبي والأشياء هذه، الخلل الهرموني عند النساء، هذه كلها أمراض تسير في نفس الاتجاه. الأمراض المناعية من السكلروزيس يعني هذه التصلب اللوائحي، وحتى التوحدي عند الأطفال يعني الليبيس، وحتى البسورياسيس الأمراض الجلدية وما إلى ذلك هي تدخل في هذا المضمار. ف يعني الأشخاص اللي عندهم مثلا أنيميا، هذه الأشخاص يجب أن يتوقفوا عن تناول اللحوم أولا، تناول المواد الصناعية، لأن تخلف جذور حرة هي تغلق أو يعني تنقص من نشاط الخلايا التي تمتص. ثم يتناول أشياء طبيعية، ويتناول غذاء نباتي يعني 90% أو 95%. لأن غالبا دكتور الذين يعانون من الأنيميا ينصح لهم بتناول اللحوم يعني مثل الكبد وأيضا العدس. هذا ليس تخصص، هذه فلسفة، هذا ليس علم، هذه فلسفة. لماذا؟ لأن الأطباء يعلمون أن الكبد واللحم هو المصدر يعني الغني بالحديد. نعم، لأن الهيموغلوبين يعني اللحوم فيها الميوغلوبين، طبعا الحديد موجود في اللحوم الحمراء. ولكن يعني يجب أن نعرف السبب الأنيميا. فهذا الشخص الذي وصف له الطبيب اللحم ويأكل لحم مرتين في اليوم، أكيد هذا دليل على أن يعني هناك خلل، ليس في كمية، هو خلل في الامتصاص وليس كمية حديد. فالشخص يأكل اللحم ليل نهار، ثم ينصحه الطبيب بأن يأكل اللحم لأن فيه حديد. هناك جرم، ولذلك تكلمت في الأول بأن هناك أخطاء الآن يعني خطيرة جدا. فيجب أن يمتنع الشخص أولا عن تناول الحابسات التي تكبح الامتصاص، اللي هي الطبخ في الألمنيوم، واللي هي مواد بلاستيك، واللي هي المبيدات، واللي هي المضافات الغذائية. المضافات الغذائية يعني هي العدو رقم واحد للامتصاص. يعني المونوسوديوم جلوتاميت، هذا الملح الصيني، والاسبرتيم والسايكلامات، الطوماتين، هذه المحليات الكيماويه، ثم البنزويت والسوربيت هذه التي نجد، ثم النيتريت، ثم الاشياء التي نحفظ بها هذه المواد، الكاراجينينات، المسائل هذه التي تضاف الى الاغذيه مثل الملونات، يعني هذه الملونات الكيماويه مثل الطالترازين، مثل الالوراويد، مثل البونسوفور ا، مثل هذه الاشياء، الانديجو كاربين، مثل هذه كل الملونات يعني التي تضاف الى الاغذيه، الملونات والمضافات الغذائيه مثل المحفظات. ثم الطبخ في الالومنيوم والاكل في البلاستيك، ثم الطبخ على شكل القلي في الزيت. لماذا؟ لان البيروكسيدات والميلانويدات، وهذه البيروكسيدات والميلانويدات هي التي تكبح حتى الانزيمات على مستوى المعده، هي كابحات للبيبسين، هذه الموجود في المعده، فهذه كابحات الامتصاص.